السلام عليكم شباب. اليوم عندنا مو لعبه وانما يعني تقدرون تقولون نص لعبه. اليوم يا شباب عندنا هيجر ولور انجليزي المهم يا شباب هذا الموقع اسمه موقع يعني اعلى واقل يعني يعطيك اعتقد الناس كلها تعرفه يعطيك هذا يعني تميز بهذا. المهم يا شباب مقطعنا على هذا اليوم يعني شوي حاولت انوع بقناتي احسن تنويع يعني. المهم خليكم ويا الفيديو مشاهده ممتعه، بس قبل اعطينا لايك واشترك بالقناه بدونك خليكم ويا الفيديو. مطينا هانداي يعني هاي دراجة، وهذا اللاعب اسمه مايك تيسون اعتقد هذا ملاكم يعني اعرفه، بس دراجة يعني 5 مليون هانداي يعني الشركة هاي نطيها له يعني. اوه صحيح يعني هنا أنا مايك تيسون مطينا ذا سكيرت كرود يعني. المهم هاي قصة مال الحديقة يعني اشوف القصة ما حد يقراها، حسب القصة ما حد يقراها يعني طيها له. اوه صحيح اخ يا حبيبي هاي ميراد يعني هنا اعطيك تايمر او تايم يعني الوقت يعني الوقت الكل يهتم بالوقت الكل عنده مواعيد وذن السؤال فاعطيه هيك. 3 مليون اوه صحيح داندست هو اعتقد تسوس اسنان يعني الكل يعاني من تسوس اسنان، بس ما اعتقد يعني تسوس اسنان وتايم اعتقد تسوس اسنان هو يعني الكرة الارضية كلها تعاني من عده. هنا عندك يوفو يعني مركبة فضائية وهي هاي القصة نفسها مالت الحديقة فضائية مبينة يا حبيبي مبينة شوية The Wizard of Oz شايفة هذا الفيلم مال الخفان يعني ذني شي اكيد اعلى. هذيك المواقع يعني كان تحليلنا خطأ فنجي لهنا بيها قصة يا حبيبي اعطيها هوك يعني تبيها 6 مليون بيها واتش نهاية ما اعرفه عسل وقهوة شي اكيد ان شركة بيهم هي مبينة ما يراد لها عقل. العاب لاني تويستور كن هاي فيلم كل فيلم مخيف يعني حسب اعطي اعلى لها 33 صحيح عرفت هذا الفيلم مال اكرمكم الله مال تشلب يعني شايف هذا الفيلم فيلم كلش حلو بس ما ادري يعني اعلى من الالعاب طيه اعلى اوه شويه قريب شلون بس صح فيلم وهذني مات اليابان والله من يدور مال متاحف وذين الطيلو صحيح تحليلاتنا صحيحة. هذا اللي مات اليابان وبيسبول شباب حسب تحليل لانه شوفوا الجمهور الورا جمهور هواي يعني الناس تعرفه هواي اعتقد هو اكثر. التحليل صحيح يا صحيح ليس فينتر جنط هاي جنط يعني هاي ماركة اعتقد هاي ماركة فالماركة يعني ما يشتروها الا الاغنياء هاي يقدر الناس كلها تباع لها اعطيها لور. هنا
هنا انا مطينا كروسيفت بس يا اعتقد هذا الجيم مال الجيم هذا الجيم وهنا مطينا انجليزي ترجمة يا شباب بس ها شنو الدم وما ادري شنو اعتقد حروب يعني الناس كلها تعاني من حروب هواي شباب كل ما تدوس خطأ يعني حرامات ذاك خطأ المهم هنا نرجع هاي القصة نفسها جاي تطلع لنا مليون مرة يطلع لنا هذا اللاعب اللي اسمه نوتينغ ما نعطي هوب لان هو لاعب يعني حسب اوه صحيح صحيح نعم نعطيك بي ام وهذا جوني لين جوني لينو يعني والله اختيار صعب حبيبي يا جون لو هاي بيئة بشركة الأموال مليون مليون هذا منه وهذا مليون فيرزون اعتقد هاي شركة ما طلبيات يعني شركة ما طلبيات مو كلش بارزة وإنما أمازون هي بارزة أكثر وهذا مليون فشي أكيد هذا هي أنصى من عدة يعني لور لور هنا أنا مطينة بلانت وأس وورد هذا ما أعرفه بس هذا يمكن مغني يعني مغني أكبر من هاي صحيح 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 إحنا يا شباب صحيح وات شنو هذا بيزدي بليني و يا شباب هذا قديم وهذا جديد مبين من وجهه ما عليكم بالتحليلات فأعتقد نطي هانجر هنا أنا مطينا هاي اللي طلعت لنا أكثر من مرة هنا مطينا كرونولي المهم فهي أعتقد يعني هو الفطور الفطور شيء أكيد أكبر من شيء أكيد يعني فطور هذا يا حبيبي فطور هنا مطينا دي آر مارتنز فيلم دي آر مختصر دكتور يعني والله شوف أنا الدكتور يعني أكثر واو حبيبي مليون صحيح مايكروسوفت شي اكيد اعطيها اقل منها مايكروسوفت 5 لا يا شباب انا اعرف يعني مايكروسوفت كبيرة بس اعطيت له خطأ اني ما تصار بيدي هنا طلعت لنا هاي مات الحديقة اللي طلعت لنا اكثر من مليون مرة دائما شوفوها وهنا طلع لنا الكوث انيمي المهم فأعتقد هو كحول وشرب يعني فشي أكيد أكبر أوف مساوي يعني مساوي تيسلا يا حبيبي تيسلا يعني سؤال صعب بس إحنا يا الكاف كاف جوب كاف 4 مليون شي أكيد تيسلا شركة هنا جي هنا ما مفهومة أصلا لو حط صورة حديقة وما أدري شنو وهاي لور شي أكيد نعطيك هاي القصة الآن عشت وياها طفولتي شايف من تقعد انت نايم برد وشوف هاي القصة بالتلفزيون شي اكيد عالي هانكر شي اكيد بلا منال نعطيك ذا جوستر الجوكر يعني المهم هذا ما اعرفه فاعطيه لور يعني شي اكيد ما معروف هذا شنو هو اوروبا اعلى بين هذا علم مدري ما ادري شنو مال يا بلد بس مبينه يعني عاليه ياشر شباب شوفوا ورا مال العطور يعني مبين هذا مال تصوير فاعتقد هو هذا اعلى من هذا العلم اعتقد هنا مطينا بوكسينج يعني ملاكمه مطينا هذا اللاعب ما اعرف شو اسمه ارجو ما ادري المهم هو هذا اللاعب فاعتقد يعني اللاعب مو مشهور هواي الملاكمة اشهر شيء ما اعتقد فالمهم نطيها قال يعني نطي وات لا هم نفس السالفة ما ذيكه ارد يعني اط الملاكمة هواي بس هاي يا نسيت راح
نرجع عنا الحديقة الخايسة المعفنة الحديقة. وهذا اللي هو الرجال اسمه ديفيد فان غلسو، على اسم غلسو يعني. المهم فشي اكيد هانجر يعني. هنا مطينا هذا مطينا جزيرة بيرتو يعني، هاي سامع عليها هواي هاي الجزيرة، فاعتقد ان هي اشهر من هذا الرجال ما اعرفه، فاعطيه هانجر يعني شي اكيد مليونين شي اكيد يعني تحاليل. هنا فاميلي تري يعني شجرة العائلة، تريد تترجم اي لغة انجليزية جيبها يا ما نترجم لك اياها ما عليك، بس اكتبها بالتعليقات وراح اترجم لك اياها. يا شباب يعني العائلة شي اكيد، فاميلي العائلة هي احسن شي، فنعطيه هانجر يعني. العائلة يا موقع، يا موقع العائلة، العائلة يا موقع، العائلة لها سخ بزراسك بهاي العائلة.